الكيميائية، الصيغ الكيميائية. الصيغة الكيميائية اللي هو المركب، المركب الكيميائي لديه أكثر من اسم، اسم نظامي هو اللي دارته منظمة البحث والتطبيقية الأيوبك الكيمياء، واسم شائع معروف به عالميا. مثال ملح الطعام، ملح الطعام الموجود عندنا في البيت الأبيض، هذا اسمه اسم كيميائي. شنو ملح الطعام؟ لا، الاسم الكيميائي يجب أن يدل على عناصر المركب، تمام، أو يدل على المركب اشتقاقه، يعني اشتقاق المركب، يعني الاسم الكيميائي يما يدل على المركب اشتقاق المركب زي الأحماض مثلا. فهنا الاسم الكيميائي كلوريد الصوديوم، أنا عرفنا مش تركب، كلوريد الصوديوم هذا اسم تركيبي، كذا الأدوية مش عندها اسم تركيبية وعندها اسم مشهورة، نفس الشيء هنا اسم تركيبي واسم معهود به أو اسم شائع. فهنا طبعا الصيغ الكيميائية يمثل كل مركب كيميائي بصيغة تعبر عن نسبة الأعداد المتحدة من الذرات أو الأيونات، زي ما قلت لكم كلوريد الصوديوم نسبة الأعداد كم صوديوم وكم كلور؟ واحد صوديوم واحد كلور. ما اللي يعبر لك الكلام هذاهي؟ اللي هي الصيغة. ويتم تحديد الصيغة الجزيئية للمركب بإحدى الطريقتين، في طريقتين نحن حنحسب بها صيغة المركب، حنجيب بها صيغة المركب، اللي هي ألف طريقة الأيونات، باء طريقة منو؟ التكافؤ. حنبدو نحن بالأيونات والتكافؤ، مع العلم عزيزي الطالب بأنك لو جاوبت بالأيونات أو التكافؤ حتطلع الصيغة نفسها، حتشوفوا بعدين. أنا حنحل مثال مرة بطريقة الأيونات ومرة بطريقة التكافؤ، الإجابة صحيحة والنتيجة اللي أنت تريح لها، الطريقة اللي أنت تريحت لها خلاص معناها أنت اللي اعتمدها، لكن يجب أنك تعلم الطريقتين لأنهن مهمات جدا جدا. وطبعا هنا التكافؤ يعتمد على الأيونات وكلاهما صحيح. نجوا هنا مع بعضنا التكافؤ.